السلام عليكم، هلا بكم فلوق جديد. اليوم رايحين شو اسم هذي اللي بنسويه احنا؟ شنو؟ تر اللي بعد ما سويت الكفرات تسوي ترصيص. ترصيص مال الكفرات تسوونها؟ شنو؟ ميزان ادرع ولا شيء ذي. فرايحين الحين، عندي موعد الساعة 1:30 ميزان ادرع. الحين الساعة 1:07 على ما نوصل المحل ان شاء الله. ما ادري ايش ان شاء الله، بس المهم خلوكم معانا. يلا رايحين حق المحل. احنا الحين وصلنا، بس موعد 1:30. بس انا يوم كلمت احمد رويس ان كل مره بسويتها معاه هنا يقول لا الساعه 1، فان شاء الله يعني اذا 1:30 باقي ربع ساعه، اذا 1 تاخرنا ربع ساعه عليه. والله قاعد خلصنا الحين، عدل من داخل. المهم انه سوى ذي الشيء، يمكن تعرفون انتم خلاص. فالحين راح نروح الخليفه نصلي، يمكن نروح بيلينز. ما راح ما يشتغل هذا قبل ناقص 0.5. ما ادري هذا الحين ايش اللي سواه. حاطه 0.0. ها 0.0 مني بالنص، واللي تحت ايش ما حاطه 0.0. تتحكي مع بروفيشنال يا خوي، ايش تراني. المهم انه سوى كذا خلاص. اتوقع خلص جوالك ان شاء الله. شو رايك فيها؟ تحس فيها ليدي، فيها لد، تحس منوره. حتى ذي ليش شو منوره؟ وين دي موجوده؟ لا لا دي 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 في الرسوم موجوده في فيلم كرتون نيمو. شيكه وقال غير بطاريه وقال اتعدل. بس عدله يعني؟ اي قلت اعدل. هذا صار لي فتره غيرت ثلاث بطاريات فيه والحين خربت. بس يقول كان في بالت تحت ما ادري شنو ضايع او يعني مسي. هو حطها مره ثانيه بس ما ادري، يمكن لو صار يمكن كان ولا ما ادري. ان شاء الله كيك بكلامه اشتغل. اهم شيء هو كان يشتغل، بس لما تطفي البطاريه ما يشحن بعد. انطر اسهل شيء جرب اذا يشحن ولا واخر وين يشحن ولا؟ يشحن يشحن خلاص. خلاص. خلي الشقة مفتوحة بيك. خلاص اتوقع كذا خلص الفلوق، ما عندنا شيء اليوم نسوي. الأشياء اللي بنروحها بح... صور صور صور. لا قل اللي بنروح أشياء ما تصلح. في نهاية الفلوق لا تنسون اشتراك القناة. ما طلعت الكاميرا. عمل لك مقطع والسلام عليكم.